وفي محافظة سوهاج عقد بمقر النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بسوهاج اللقاء الأسبوعي الذي تضمن ندوة لمناقشة الأميرة في زمن الرعود للشاعر جميل عبد الرحمن بحضور الأديب محمد عبد المطلب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب بسوهاج وعدد من أعضاء النقابة الفرعية. التفاصيل مع الزميل خالد المشنب. تواصل النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بسوهاج عقد الندوات والأمسيات الأدبية. تناول اللقاء الأسبوعي مناقشة كتاب الأميرة في زمن الرعود للشاعر جميل عبد الرحمن. ناقش في هذه الندوة كل من الشاعر أوفو عبد الله الأنور والشاعر علاء عبد السميع بحضور الأديب محمد عبد المطلب رئيس مجلس اتحاد الكتاب بسوهاج وعدد من أعضاء النقابة الفرعية. تناولت أهم الملامح التي وردت في شعر جميل عبد الرحمن من التراث مفردات اللغة والثقافة العربية لفترة ثورات الربيع العربي والأحداث التي مرت بها مصر والوطن. الليلة كانت في فرع اتحاد كتاب مصر بسوهاج، كانت مناقشة ديوان الأميرة في زمان الرعود، وهو آخر ديوان صدر لي. في ذات الوقت كان بالأمس يوم 20/5 موافقا لليوم الذي ولدت فيه، يعني بيسموه عيد ميلادي، فاحتفل الأصدقاء والأحباب بهذا اليوم وبصاحب اليوم. وقد أبدع الناقدان الشاعران والناقدان الكبيران الأستاذ عوفة عبد الله الأنور والأستاذ علاء عبد السميع في أن يجليا ما خفي في الديوان، واستطاع أن يلقي الضوء على الأبعاد والقصائد والاستلهامات التراثية والمرامي القريبة والبعيدة في أبيات هذا الديوان، لا سيما وإنه يتعرض لفترة خطيرة مرت بها مصر ومن خلالها أيضا الأمة العربية، الفترة بعد 25 يناير 2011. الديوان تعرض لهذه الفترة ولم يترك شيئا لم يخط فيه، بل إنه امتد إلى مختلف العواصم العربية التي ضربتها مؤامرة الربيع الخريف العربي وليس الربيع العربي، وحتى الطفل السوري إيلان الذي وجد غارقا في البحر المتوسط أيضا، وجثته كانت مثار اهتمام العالم وحركة الضمير العالمي في لحظة أبكت العيون. أيضا لم أنسى أن يكون له قصيدة في هذا الديوان، قصيدة تجلي المأساة العربية وأيضا تبحث عن حلول لهذا الانحسار وهذا الانحدار الذي وصلنا إليه، ونسأل الله أن يرفع عن أمتنا العربية البلاء، لا سيما بعدما شاهدناه في غزة، وهذا الإجرام الصهيوني الفادح في حق الشعب الفلسطيني، وأيضا هذا التآمر الدولي الذي لم يستطع أن يدين هذا العدوان بصورة مباشرة، لأن الفيتو كان حاضرا دائما يقف ليحمي هذا العدو بصلافته وغروره. النهاردة في النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بسوهاج يعني كان لينا الشرف لمناقشة ديوان الأميرة في زمان الرعود للشاعر جميل محمود عبد الرحمن. طبعا اللقاء هنا كل يوم ثلاث بيكون في مقر النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب في سوهاج. الديوان تم مناقشته من الأستاذ أوفا عبد الله الأنور، وأنا كان لي رؤية نقدية في الديوان ده، يمكن كانت بتدور عن أهم الملامح اللي وردت في شعر الأستاذ جميل عبد الرحمن من الاتكاء على التراث وموسوعية اللغة والثقافة العربية. الديوان من العنوان بيتكلم على فترة التقلبات التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير المجيدة وتلتها ثورة 30 يونيو.
تنوعت القصائد ما بين الهم العام والهم القومي، كان فيها استدعاء لرموز الوطن العربي ورموز الكرامة أمثال صلاح الدين الأيوبي والخلافة الأموية ومجد بني أمية، وكمان اتكلم على حادثة القطار اللي مني بها أطفال أسيوط في فترة التي مرت على مصر عقب هذا الحراك عبر ثورتين متتاليتين في فترة وجيزة. رصانة اللغة شيء بيتميز به شعر الشاعر جميل عبد الرحمن، تكاد لا تخلو قصيدة من تركيبة لغوية قديمة ورصينة تدل على كلاسيكية الشعر وعمق التجربة المرتبطة بالوطن وبالقومية العربية التي لها الكثير من الأمجاد، ولكنها في الفترة الأخيرة تحولت إلى معاناة من بعض الأزمات. ناقش أدباء سوهاج الحقبة التاريخية الأهم التي عبر عنها الديوان الشعري الأميرة في زمن الرعود. من داخل النقابة الفرعية لاتحاد كتاب سوهاج، كنت معكم خالد المشنب لقناة طيبة.